رموه جب الاسود. اسود؟ بقول لك انا خايف. استنى بس، استنى بس، اسمع بقيه القصه. انت ليه كده؟ اسمع بس، ما هو ما كانش لوحده، بابا يسوع كان معاه وما كانش خايف خالص زيك كده يا خايف. كنت خايف، بتخاف دايما على طول. وكمان حكيت لي قصه ثانيه جميله خالص. قالت لي في مره كان في واحد اسمه يونان، ويونان ده بلع الحوت. بيقول لي صوت، وكمان بيقول لي ضلمة وحوت. انا خايف. اول سؤال بيقول له انت بتعبد مين؟ قال له بعبد ربنا يسوع المسيح. قال له يعني ايه؟ قال له ربنا يسوع المسيح ده الاله الحي المتجسد. قال له احنا عندنا الهة، عندنا ايه؟ عيد الام. كان عيد الام. عيد الام جبت لها حاجه، جبت لها ازازه ريحه. وانا جبت لها مكه في العيد الاول. جبت لها شنطه. جبت كازمة. جبت لها ساعه. شنطه. جبت لها كوبايات تحط فيها واحده للسكر وواحده للشاي وواحده للقهوه، على وهم جنب بعض عشان ما تتعبش انها تدور على السكر واللي هي عايزاه. لما بنجح بتجيب لي هدايا، وفي عيد ميلادي بتعمل لي حفله. ماما بتجيب لي مرات هدوم بفرح، مره بتجيب لي جزمه. انها بتذاكر لي وتخلي بالها مني وما تضايقنيش، وبتعمل لي كل حاجه حلوه في الحياه. انا قلت لها كل سنه وانت طيبه يا ماما، ده عيد الام النهارده. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه حلوه. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كوجي لكن جوري. 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 حابه اقول لها كوجي لكن جوري.